الدكتور عبد العزيز الواصل، تحياتي لنا كلمة تهنئة للشعب سلطنة عمان في هذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، أتشرف هذه الليلة بحضور حفل سلطنة عمان بمناسبة اليوم الوطني، وأنتهز هذه الفرصة لتقديم أطيب التهاني لسلطان هيثم وأيضا لشعب سلطنة ولكافة الزملاء في بعثة سلطنة عمان هنا في نيويورك. أن نهنئ الأشقاء في سلطنة عمان بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، نهنئ عمان شعبا وقيادة وسلطانا وحكومة، إنهم أشقاء أعزاء بالنسبة لنا، ونحن سعداء أن نكون معهم في هذه المناسبة الوطنية المميزة. ألف تهنئة لعمان ولشعب عمان وقيادة عمان. تهنئة للشعب العماني في هذه المناسبة. هذه مناسبة سعيدة، العيد الوطني لسلطنة عمان، احنا نعتبره كعيد وطني مغربي نظرا للعلاقات التاريخية العميقة بين الشعبين وبين العائلة المالكة في المغرب وعائلة السلطان في عمان. عمان بلد عريق، بلد عنده تاريخ، بلد حضارة، بلد ثقافة، ولعب دور كبير في الإسلام في آسيا، في بحر الهندي، في غرب إفريقيا، أطار المعمار العماني والحضارة العمانية والثقافة العمانية شاهدة على هذا الحضور القوي ديال هذا البلد العزيز علينا في إفريقيا. والآن الدبلوماسية العمانية يعني متوسط دبلوماسية وسطية لاعتدال وبناء الجسور بين الشعوب وبين الدول. أتينا بدعوة كريمة من سفارة سلطنة عمان، هذه الدولة التي نكن لها كل المشاعر الطيبة، وهي دولة جارة لبلدنا اليمن، يعني في هذه الذكرى التي تحتفل بها سلطنة عمان بالعيد الوطني عيد الاستقلال، فبالتالي أتينا لنشاطرهم هذه الفرحة وهذا اليوم الوطني الخالد. يعني نشكر سلطنة عمان قيادة وشعبا على كل المشاعر يعني الطيبة تجاه شعبنا اليمني العظيم. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبيل الجماعي نائب رئيس الأهالي اليمنية في نيويورك، أتينا اليوم نهنئ ونبارك لأخوتنا العيد الوطني لدولة عمان الشقيق حفظهم الله، هذه الدولة العظيمة التي دائما تقف وتساند اليمن في كل مواقفها. Well, happy Oman International Day, and I am very thankful for Oman mission to the United Nations for organizing this lovely event, bringing people from private sector, civil society organizations, and also other missions together. And it's a great event to introduce Oman culture and cuisine, and open hopefully further doors for future.